كيتعتبر الجلوتامين الحمض الرئيسي اللي كتكون منه العضلات، وكيحتوي على 16% من النيتروجين، وهذا الشيء اللي كيخلي منه الناقل الرئيسي النيتروجين في الجسم. فوق التمرين وبالاخص التمارين والحصص المكثفه، الجسم ديالنا كيستنفذ الجلوتامين بشكل كبير، وهذا الشيء اللي كيخليك تحس بالتعب وكيقلل من قدره التحمل ديالك. وقله الجلوتامين كتعني مده استشفاء اطول، بمعنى اذا كانت العضله غدا تشافى في 24 ساعه كتولي تاخذ مده اطول، وهذا الشيء بطبيعه الحال حنا في غنى عليه ومحتاجين ان العضلات تشافى في مده اقل. وباش الجلوتامين يرجع لمستواه الطبيعي في الجسم كيحتاج 66 يوم. اشنو هي الفوائد الجلوتامين؟ الجلوتامين كيلعب دور كبير واساسي في تفكيك البروتين وتضخيم الخلايا، وكذلك العملية المهمة واللي تكلمنا عليها من قبل وهي الاستشفاء العضلي. ولكن ماشي هادشي فقط، بل كيساعد الجسم على افراز هرمون التستوستيرون. ملي كنقولوا التستوستيرون كنقولوا عضلة. كذلك الجلوتامين كيلعب دور مهم وكبير في الحفاظ على الجهاز الهضمي والامعاء، خاصة الممارسي كمال الاجسام واللياقة البدنية نظرا للنظام الغذائي ديالهم. وكيف ذكرنا مسبقا انه في وقت التمرين الجسم كيفقد هذا الحمض بشكل كبير بزاف. هذا الشيء علاش من الافضل زياده الجلوتامين في النظام الغذائي على شكل مكمل، ماشي فقط على قبل بناء عضلات، ولكن من اجل الحفاظ على الصحه والجهاز الهضمي وتقويه الجهاز المناعي.